ليه يا رب الدنيا ما عندني بكل كرة كده ما بتجيش معايا؟ ليه لقب البالون دور كل سنة بيضيع مني؟ انا مش عارف اعمل ايه. انا هداف النادي الاهلي في الدوري باربع تجوان، بجتهد وبعمل كل اللي عليا في الماتش وبرفع الكورة كده من اكني بيركم بتاع ارسنال. مفيش فايدة يا رب، مفيش فايدة. اجيب رونالدينيو يديني كور؟